السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي مع حلقة جديدة من حلقاتنا لدروس البث المباشر في مادة العلوم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله النهاردة أنا معاكم أستاذة راوية ياسين إدارة أسوان التعليمية. نشوف إن شاء الله درسنا النهاردة عن إيه. قبل ما نبتدي زي ما احنا متعودين لازم نستعرض اسماء الطلاب المشاركين بصورة ايجابية في الحلقة السابقة من خلال لوحة الشرف. انا عارفة ان كلكم بتبقوا منتظرينها وكل واحد بيبقى يتمنى ان يشوف اسمه على لوحة الشرف. عندي عبد الرحمن محمد وجنى محمود نورهان جمعة معاز ومحمد ايهاب. اسماء الطلاب المشاركين معايا في لوحة الشرف الأسبوع ده معايا عبد الرحمن محمد، جنى محمود، نورهان جمعة ومعاز ومحمد إيهاب. أتمنى كلكم يا أولاد تكونوا مشاركين معايا في الحلقة من خلال الأسئلة، من خلال الإجابات، من خلال مقترحاتكم اللي حابين إن احنا نضيفها في الحلقة. معاكم إن شاء الله هتكون أستاذة وفاء متابعة الشات والرد على الشات. شوف الدرس بتاعنا النهاردة هنتكلم على ايه؟ النهاردة هنتكلم على المخلوط. النهاردة هنتكلم درسنا عن المخلوط. طبعا بدأنا الأسبوع اللي فات درس المخلوط مع أستاذة مها، هنستكمل النهاردة باقي الدرس. هنتعرف أهداف الحلقة النهاردة في نهاية الحلقة أو في نهاية الدرس. المفروض أن أنا أتعرف على طرق فصل المخاليط، أجري تجارب لفصل بعض المخاليط، أتعرف على قمع الفصل واستخداماته. يبقى الأهداف اللي أنا لازم أحققها أو الحاجات اللي أنا لازم أتعرف عليها في خلال الحلقة، أتعرف على طرق فصل المخاليط زي إن أنا أفصل المخاليط، هعمل مجموعة من التجارب لفصل بعض المخاليط، وهتعرف على قمع الفصل واستخدامات قمع الفصل. قبل ما أبتدي لازم أتذكر مجموعة من المعلومات من الحلقة اللي فاتت، نستذكرها كده مع بعض. تذكر أن فكر بعض اتكلمت على المواد وصنفت المواد يا ولاد زي ما أنا خدت في سنة رابعة على حسب حالات المادة، كانت لثلاث أنواع: مادة صلبة ومادة سائلة ومادة غازية. يبقى حالات المادة أو الصور اللي بتوجد عليها المادة كانت في ثلاث حالات، ثلاث أشكال كانت بتوجد عليها المادة: صلبة والسائلة والغازية زي ما أنا عرفت في سنة رابعة. النهاردة هتكلم على تصنيف المواد دي من حيث هل يا ترى المواد دي سواء في الصورة الصلبة أو السائلة أو الغازية بتكون هل هي مواد نقية ولا مخاليط؟ يبقى درس النهاردة هتناول المواد وتصنيفها من حيث الصورة اللي هي فيها سواء صلبة أو سائلة أو غازية، هل هي مواد نقية ولا مخاليط؟ عرفت الحلقة اللي فاتت مع أستاذة مها إيه الفرق ما بين المواد النقية والمخاليط؟ نفكر بعض تاني. بقول المواد النقية هي مادة تتكون كل جزيئاتها من مادة واحدة فقط. تاني، المواد النقية هي مواد جميع الجزيئات أو كل الجزيئات بتاعتها بتتكون من نفس نوع المادة زي ما أخدت في سنة رابعة. أستذكر إن المادة تتكون من جزيئات. طب أنا لو جيت أخدت أي جزء من هذه المادة هلاقيه بيتكون نفس تركيب المادة الكبيرة وممكن أطلق عليه نفس الاسم. مثال المواد النقية عندي زي السكر. السكر سواء كمية كبيرة أو جزيئات صغيرة منه أو البودر بتاعه كلها بتتكون بنفس تركيب الجزيئات، يبقى دي أنا بطلق عليها إيه يا أولاد؟ بطلق عليها مادة نقية. يبقى المادة النقية مرة تاني هي مادة تتكون جميع جزيئاتها من نفس نوع المادة، تكوينها من مادة واحدة فقط، الجزيئات والمادة
ككل. أما المخاليط فأطلق عليه لفظ مخلوط، ودي معظم المواد اللي موجودة حوالينا يا أولاد عبارة عن مخاليط. بقول إنها يتكون المخلوط من نوعين أو أكتر من المواد، يبقى نوعين أو أكتر من المواد، لكن في شرط. إيه الشرط عندي؟ لكن المكونات بتاعتها لم تتحد مع بعضها، يعني كل مادة من مكونات المخلوط تظل محتفظة بخصائصها. تاني، يبقى المخلوط مادة، طيب هتتكون داخلها من ايه؟ من نوعين مختلفين او اكتر من المواد، وكل مكون من المكونات او كل مادة بتكونها بتحتفظ بخصائصها المميزة ليها ولم تتحد مع بعضها. حاجة تاني بقول يمكن فصل هذه المكونات. لما جيت اتكلمت على المخلوط، وأشهر مثال عندي على المخلوط لما أتكلم على طبق السلطة. السلطة عندي يا ولاد بتتكون من عدة مواد، نوعين أو أكتر من المواد، أكتر من نوعين. طيب ايه هي المواد اللي بتكون عندي طبق السلطة؟ كان عندي ممكن احط طماطم، احط خيار، احط جزر، احط بنجر، احط عدة مواد مختلفة. طيب من خلال طبق السلطة لو جيت بصيت فيه هقدر اميز كل مادة مكونة لمين؟ كل مادة مكونة لهذا الخليط. يعني لو جيت نظرت الى الطبق ده هقدر اميز بسهولة، ادي دي القطعة، دي قطعة طماطم، دي قطعة خيار، دي قطعة جزر. لم تتغير خصائص كل مادة من المواد المكونة لهذا المخلوط، احتفظت بخصائصها، ما غيرتش خصائصها. خلاص، يبقى اطلق على المادة الجديدة المتكونة باطلق عليها مخلوط، يبقى طبق السلطة هو اشهر مثال على المخلوط. بتكون من عدة مواد مختلفة من نوعين أو أكتر من المواد. الشرط عندي إيه؟ إن المكونات لم تتحد مع بعضها، يعني كل مادة بتظل محتفظة بخصائصها. طيب حاجة تاني بقول يمكن فصل هذه المواد. طيب ممكن بسهولة إن أنا أشيل الطماطم أو أعزل الطماطم عن الخيار، عن الجزر، القطع المختلفة المكونة لهذا المخلوط. يبقى طبق السلطة هو أشهر مثال للمخلوط. هقولها مرة تانية يا أولاد، المخلوط مادة هتتكون عندي من نوعين، لازم نوعين أو أكتر من المواد. الشرط عندي إيه؟ احتفاظ كل مادة من المكونات دي بخصائصها المكونة لها، يعني كل مادة كل اللي هيحصل بس انها هضيفهم او هأخلطهم مع بعض، لم يتحد مع بعضها. خلي بالك كلمة لم يتحد مع بعضها دي بتفكرني بحاجة برضو درستها في الصف الرابع. ايه هي؟ انا خدت في الصف الرابع التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية، يبقى مكونات المخلوط دي لم يحدث بينها تغير كيميائي، أو لم تتحد مع بعضها، أو لا تتفاعل مع بعضها. خلاص، يبقى دي بسميها مخلوط، مجرد تغير فيزيائي في شكل المواد، إن أنا قطعتها وضفتها مع بعضها خلطتها، بأطلق عليها لفظ المخلوط. مهم جدا يا أولاد، المخلوط ده صورة من صور التغير الفيزيائي، عشان كده بقول احتفاظ كل مادة من المكونات بخصائصها المميزة لها. كمان بقدر أقول إن أنا يمكن فصل هذه المكونات زي ما هشوف في درسنا النهاردة، طرق فصل المخاليط إزاي. طيب كمان حاجة عايزين نفتكرها، اتكلمت على طرق عمل المخاليط، ازاي انا ممكن اكون المخاليط او ازاي ان انا اعمل مخلوط. ممكن اعمل مخلوط عندي ثلاث طرق لعمل المخلوط، اما ان انا بضيف المادتين وبعمل عملية الرج، اقوم بعملية الرج عشان يمتزج هذا المخلوطين، او ان انا اقوم بعملية الطحن، او اقوم بعملية التقليب.
مثال لعملية الرج زي ما أضع مادة صلبة مع مادة صلبة أخرى، زي ما أضع كمية مثلا من الملح مع كمية من الفلفل وأبتدي إن أنا أحطهم في إزازة مغلقة وأبتدي أهزها أو أبتدي أرجها، فكده أنا كونت مخلوط من الملح والفلفل. مخلوط تاني زي الرمل والملح، أي مادتين صلبتين ممكن ان انا اكونهم بطريقة عمل المخلوط اللي هي عن طريق الرج. تاني طريقة من طرق عمل المخاليط اللي هي الطحن، والطحن دي بتناسب المواد الصلبة برضو، المخاليط الصلبة. زي مثال ايه؟ لما اجيب الملح كحبيبات كبيرة واجي اكون اضيف معاها مادة تانية مثلا زي الفلفل واحط اضعهم في الطحان واقوم بطحنهم مع بعض، يبقى انا كده كونت مخلوط ناعم من الملح ومين والفلفل. يبقى كده طريقة من طرق عمل المخاليط، يبقى طريقة كونت بيها مخلوط بصورة اخرى. طيب مثال تاني لطرق عمل المخاليط، طريقة التقليب. والتقليب دي يا ولاد مثلا زي ما يكون عندي مثلا السكر مخلوط من السكر واضيف عليه كمية من الماء، علشان خاطر يتكون عندي مخلوط السكر والماء لازم اقوم بعملية التقليب، اقلبه كده بالملعقة فهيتكون عندي مخلوط من السكر والماء. يبقى طرق عمل المخاليط الرج والطحن والتقليب. طيب تختلف طرق عمل المخاليط باختلاف حالة المواد المكونة لها. طبعا إذا كانت هي مادة صلبة فأنا هختار طريقة من طرق تكوين المخلوط تختلف عن عما كانت إذا كان هما مادتين مثلا أو إحداهما مادة في صورة سائلة مع صورة صلبة. هشوف درسي النهاردة بيتكون من ايه. عندي نشاط هتكلم عليه على فصل مخلوط من مواد صلبة، يا ترى ايه اول طريقة من طرق فصل المخاليط؟ هتكلم على مخلوط وهيكونوا المواد المكونة لهذا المخلوط من مواد صلبة. شوف الأدوات اللي هستخدمها، هأحضر إناء وهضع في الإناء ده كمية من برادة الحديد، هستخدم برادة الحديد كأحد مكونات هذا المخلوط. المكون الثاني هأستخدم الرمل، يبقى أنا كده هكون مخلوط من الرمل وبرادة الحديد، وهستخدم أداة لفصل هذه المخاليط هستخدم لها المغناطيس. يبقى أنا عندي هنا برادة حديد ورمل، كمية من برادة الحديد وكمية من الرمل. خلي بالنا إن إحنا دايما في المخلوط يا ولاد في حاجة مهمة، إن ممكن أكون المخلوط بأي كمية بأي نسب وزنية. يعني مثلا أنا لو جيت هنا حطيت كمية من برادة الحديد مثلا 10 جرام من برادة الحديد، ممكن أحط كمية تانية من الرمل، أنا مش متقيدة بكميات معينة علشان خاطر أكون هذا المحلول. يبقى أنا عندي هنا برادة الحديد والرمل هضيفهم في طبق وهيتكون عندي مخلوط من برادة الحديد والرمل. طيب الأدوات عندي زي ما أنا كده شفتها واستخدمتها. طيب الخطوات هقرب المغناطيس من برادة الحديد، يبقى أنا هاجي باستخدام المغناطيس وأقرب هذا المغناطيس من مخلوط برادة الحديد والرمل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ مين معانا ومتابع على الشات يكتب لي الإجابة، ايه اللي هيحصل في حالة ان انا اقرب مغناطيس من خليط يحتوي على برادة الحديد والرمل؟ معلومة اخدناها في الدرس اللي فات. يا ترى ايه الإجابات؟ اللي هيحصل يا ولاد ان هلاحظ انجذاب، بمجرد ما هقرب المخلوط بتاع برادة الحديد من
برادة الحديد والرمل من المغناطيس، هلاحظ بسرعة هتنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس، لأن المغناطيس زي ما أنا عارفة بيجذب المواد المصنوعة من الحديد، لأنها مادة تعتبر مواد المغناطيسية، فهتنجذب كمية من برادة الحديد أو جزيئات برادة الحديد هتنجذب بالكامل إلى المغناطيس. يبقى هتنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس، وهيتبقى الرمل فقط في الإناء اللي موجود عندي. يبقى أنا لما استخدمت المغناطيس وقربته من هذا المخلوط بسرعة، لأن برادة الحديد مواد مغناطيسية، انجذبت لفين؟ انجذبت إلى المغناطيس. تركت مين في الطبق عندي من الخليط؟ تركت الرمل فقط. يبقى أنا كده قدرت إن أنا أفصل هذا المخلوط، إن أنا أخذ كل برادة الحديد من المخلوط الذي يحتوي على برادة الحديد والرمل، وتبقى الرمل فقط عندي داخل الإناء. يبقى الاستنتاج ممكن فصل المواد الصلبة المصنوعة من الحديد. نخلي بالنا لو أي مخلوط من مواد صلبة بستخدم فيه الحديد أو برادة الحديد، ممكن إن أنا أفصل هذا المخلوط باستخدام الجذب المغناطيسي، هستخدم لها مغناطيس. نخلي بالنا كويس إن لازم المخلوط يحتوي على الحديد أو برادة الحديد. طيب نشوف طريقة تانية. طيب عندي مخلوط من مادة صلبة ومادة سائلة، مخلوط بيحتوي على مادة صلبة ومادة سائلة، هكون بيهم مخلوط. يا ترى ايه الطريقة اللي انا هستخدمها؟ انا عندي هنا ملح، وعندي الرملة، وعندي الادوات اللي انا هستخدمها، ماء، محتاجة كمان قمح، محتاجة ورق الترشيح، ومحتاجة كأسين، 2 كأس ولهب وحامل. يبقى الأدوات اللي أنا هستخدمها في هذه التجربة ملح، رمل، ماء، وقمح، ورق الترشيح، كأسين، لهب وحامل. طيب يا ترى مين الشاطر اللي هنا يقول لي بسرعة ما هي المادة الصلبة وإيه المخلوط اللي تتوقع إن أنا هكون مكوناه؟ إيه المخلوط اللي أنا هيكون متكون؟ مين المادة الصلبة اللي هيكون متكون منها المحلول، ومين المادة السائلة؟ ما شاء الله. أيوة، الماء هو عندي المادة السائلة، أما المواد الصلبة هي الرمل والملح. أشوف كده هذا المخلوط المتكون عندي، أدي الرمل وبدأت أضيف إلى الرمل كمية من الملح، يبقى تكون عندي مخلوط من الملح والرمل. يا ترى المخلوط ده هستخدمه إزاي؟ أو هفصل مكونات هذا المخلوط إزاي؟ إزاي هفصل الرملة من الملح؟ نشوف مع بعض إزاي؟ أول حاجة أنا هأستخدم المخلوط اللي أنا كونته من الرمل والملح، وهضيف إليهم مكون ثالث أو على هذا المخلوط اللي هو الماء. يبقى أنا هضع خليط الرمل والملح أو الملح والرمل، وهضيف إليهم المادة السائلة اللي هو مين؟ الماء. هضعهم في كأس وأقوم بعملية التقليب. طيب أدي أول خطوة. تاني خطوة هأستخدم ورقة الترشيح علشان خاطر أفصل هذا المخلوط. إيه ورقة الترشيح دي يا أولاد؟ ورقة الترشيح دي يا أولاد عبارة عن ورقة ذات مسام معينة أنا بستخدمها علشان أفصل المخاليط، المواد الصلبة التي لا تذوب في الماء عن المواد التي تذوب في الماء. طيب هجيب ورقة الترشيح دي وهثبت ورقة الترشيح، هطبق ورقة الترشيح يا أولاد وهضعها داخل قمع.
تمام، واضع كأس نظيفة، الكأس التانية هضعها اسفل هذا القمح، وابتدي اصب مكونات الكأس الاول بهذا الشكل. انا عندي هنا ادي ورقة الترشيح استخدمتها وطبقتها كده وضعتها داخل القمح، وقمت بوضع كأس اسفل هذا القمح. طيب وبعدين صبيت محتويات الكأس الاول، ادي الخليط عندي بيحتوي على الماء والرمل والملح، تاني المخلوط عندي من رمل وملح وماء، هأصبهم فين؟ هأصبهم بداخل قمح يكون محطوط فيه ورقة ترشيح. طيب ايه وظيفة ورقة الترشيح دي يا ولاد؟ ورقة الترشيح كأنها مصفى فيها مجموعة من الثقوب، هذه الثقوب تسمح بمرور المادة السائلة والجزيئات الصغيرة، أما المواد التي لا تذوب في الماء فهي لا تسمح بمرور هذه المواد. يبقى ورقة الترشيح عبارة عن ورقة مسامية فيها فتحات كده صغيرة، ممكن إن هي يمر من خلالها المواد الذائبة في الماء، أما المواد التي لا تذوب في الماء فهي لا تستطيع المرور من خلال ورقة الترشيح. زي كأني يا أولاد بصفي الخليط بتاعي اللي هو خليط الملح والرمل والماء باستخدام ورقة الترشيح. هي ورقة ذات ثقوب ضيقة لها فتحات ومسام ضيقة جدا، ما اقدرش ان انا اشوفها بعيني، لكن هتستخدم ان انا هتمر من خلالها المواد التي تذوب في الماء. طيب مين عندي تتوقعه في مكونات هذا المخلوط اللي هو الملح والرمل يذوب في الماء ويمر معايا بسهولة من خلال ورقة الترشيح؟ أشوف كده مين يا ولاد، نفكر مين المادة التي تذوب في الماء ويمكنها إن هي تمر معايا من خلال ورقة الترشيح؟ يا ترى إيه اللي هيجي عندي في الكأس الثاني؟ مين، الملح ولا الرمل؟ مين المادة اللي هتمر معايا من خلال ورقة الترشيح؟ ممتاز جدا، يبقى المخلوط الماء والملح هو اللي هيمر عندي، لكن الرمل لأنه مادة لا تذوب في الماء، مادة صلبة لا تذوب في الماء، هتتبقى عندي داخل ورقة الترشيح بأعلى، وهينفذ عندي محلول الملح والماء. يبقى أنا بستخدم ورقة الترشيح عشان تساعدني في ترشيح مخلوط، كلمة ترشيح يعني إن أنا فصلت مخلوط بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على الرمل والملح والماء، يبقى ترشيح المخلوط ساعد على فصل الرمل. اللي هيتبقى عندي فوق داخل ورقة الترشيح الرمل فقط من المحلول من هذا المخلوط، بينما يمر الملح المذاب في الماء. يبقى دي أول خطوة إن أنا فصلت كده الرمل عن هذا الخليط. طيب أشوف بقى هل هستطيع إن أنا أفصله كمان مرة تاني؟ يا ترى هستخدم إيه؟ أدي هنا زي ما إحنا شايفين تبقى فقط عندي الرمل، أدي ورقة الترشيح بهذا الشكل، ومتبقي داخل هذه الورقة فقط كمية من الرمل، لكن المحلول المحتوي على الملح والماء مر بسهولة من خلال ورقة الترشيح. هعمل ايه؟ هاخد المحلول ده اللي موجود في هذا الكأس او الخليط اللي موجود في هذا الكأس من الماء والملح، وهعمله ايه؟ هسخن هذا المحلول او هسخن هذا المخلوط، هأضعه داخل أنبوبة وأبتدي إن أنا أسخنه بهدوء. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ بعد شوية باستمرار التسخين هتبتدي الماء يتبخر، هتبتدي المية يسخن هذا الخليط، وتبتدي الماء إن هو يتبخر، وهيترك فقط داخل الكأس كمية من الملح. تاني، يبقى أنا لما أجي أسخن محلول الملح مع الماء
كلمة محلول معناها محلول الملح، معناها إن أنا عندي خليط من الملح والمادة التانية هي مادة سائلة وهي الماء. طيب يبقى مخلوط الملح مع الماء لما سخنته إيه اللي حصل للمية؟ تبخرت الماء وتبقى الملح فقط عندي. يبقى أنا كده كان عندي مخلوط ملح ورملة ومية، التجربة اللي أنا بدأت بيها، أدي هنا الرمل والملح والماء. طيب أول خطوة وضعت إيه؟ قدرت إن أنا أفصل الرمل بورقة الترشيح وأصبح عندي محلول من الماء والملح، يبقى دي أول خطوة قدرت إن أنا أفصل منها الرمل من هذا المخلوط المكون من ثلاث حاجات، يبقى أنا كده هفصل الثلاث حاجات، هفصل الملح وهفصل الرمل وهفصل الماء، خلي كل واحد فيهم لوحده. أول خطوة عملتها استخدمت ورقة الترشيح فقدرت إن أنا أفصل الرمل. طيب الخطوة الثانية اللي أنا عملتها لما جيت سخنت فقدرت إن أنا كمان أفصل الملح عن الماء، تبخر الماء، يبقى تبقى عندي مين؟ تبقى عندي الملح. يبقى أنا الخليط المكون من الملح والرمل اللي بدأت بيه في التجربة في الأول قدرت إن أنا أحصل عليه مرة تانية أو إن أنا أفصله، أفصل هذا الرمل والملح عن بعضهم، يبقى قدرت ان انا افصل مكونات هذا الخليط. المره الاولانيه الرمل لا يذوب في الماء، استخدمت لها ورق الترشيح. اما في الخطوه الثانيه فهو الماده الصلبه تذوب في الماء، استخدمت لها التسخين. يبقى بستنتج من التجربه دي ايه؟ ان عمليه الترشيح استخدمتها لفصل المواد الصلبه غير الذائبه في المحلول، الرمل لا يذوب في المحلول، يبقى استخدمت له ايه؟ استخدمت له الترشيح. اما في الخطوه ب استخدمت عمليه التبخير في فصل المواد الصلبه الذائبه في المحلول. تاني الحته دي مهمه، انا عندي المواد الصلبه دي نوعين، اما انها ماده لا تذوب في المحلول زي الرمل، الرمل مادة صلبة لا تذوب في المحلول، لا تذوب في الماء، مادة صلبة لا تذوب في الماء، استخدمت لها ايه؟ استخدمت لها الترشيح. تاني نوع من المواد الصلبة انها هتذوب في المحلول زي الملح، مادة صلبة بتذوب في الماء عندي، يبقى هستخدم لها ايه؟ هستخدم لها التبخير. نخلي بالنا كويس من دي، مادة صلبة لا تذوب او غير ذائبة هستخدم لها ترشيح باستخدام ورقة الترشيح، مادة صلبة تذوب في الماء هستخدم لها التبخير. طيب انا عندي هنا مخلوط تاني هيتكون، طيب عندي من مادتين سائلتين، مخلوط زي المية والزيت، أنا عندي اتنين من المواد السائلة، ازاي يا ترى أنا هقدر أفصلهم المواد السائلة دي عن بعضها؟ الأدوات اللي أنا هستخدمها هاخد كأس وهأضع فيه كمية من الماء وكمية من الزيت، تاني هكون المخلوط عندي من مادتين سائلتين. ايه هما المادتين السائلتين اللي انا هستخدمهم؟ هستخدم كمية من الماء وهستخدم كمية من الزيت. خلي بالنا ان احنا دايما في المخاليط بنقول كمية كمية يا اولاد، معناها ان المادتين ممكن استخدمهم باي نسب وزنية، كمية كمية من المية وكمية من الزيت، ده برضو من خصائص المخلوط. طيب المادتين السائلتين دول هضعهم في كأس وهستخدم حاجة جديدة لفصل هذا المخلوط، هستخدم حاجة اسمها قمع الفصل، هشوف ايه هو ايه شكل قمع الفصل وازاي ان انا ممكن استخدمه. طيب انا عندي هنا قبل الخلط هيكون ادي المية وهأضع فيها الزيت، تمام ادي كمية من الماء وهضع فيها الزيت. بعد الخلط بالتقليب يا ولاد قلبتهم كده مع بعض، بدأت جزيئات الزيت تكون مخلوط مع مين؟ مع الماء، هيكون شكلهم بالشكل ده. يا ترى ممكن ان انا افصل هذا المخلوط؟ شوف ازاي ممكن افصل مخلوط من الماء والزيت. ده شكل عندي هنا قمع الفصل. قمع الفصل عبارة عن إناء
أو انتفاخ بالشكل ده يا أولاد، زي ما هو اسمه قمع، يعني في جزء متسع من أعلى أو في انتفاخ من الأعلى، وكمان بينزل على شكل القمع جزء ضيق من الأسفل. طيب الإناء اللي موجود بأعلى ده بقضع فيه الخليط بتاعي، أما الجزء السفلي وهو عامل زي القمع أو الجزء الضيق في نهايته بيكون ضيق جدا إلى أن ينتهي، بينتهي زي القمع العادي كده عندي، لكن في نهاية هذا القمع، وفرق بينه وبين الأقمع التانية إن في نهاية هذا القمع الجزء اللي بالأحمر ده زي ما أنا شايفة عبارة عن محبس يا أولاد، يعني أنا ممكن أحرك هذا المحبس أفتحه أو إن أنا أقفله، فأقدر أتحكم في مرور السوائل من خلال هذا القمع. تاني يبقى شكل قمع الفصل عبارة عن انتفاخ أو جزء عريض من الأعلى زي القمع العادي، أما الجزء اللي من أسفل وهو الضيق، الفرق بينه وما بين الأقمع التانية إن في بأسفل الجزء الأحمر ده عبارة عن محبس، أنا بقدر إن أنا أتحكم في مرور السوائل اللي بتخرج من هذا القمع، ممكن إن أنا أفتح هذا المحبس أو إن أنا أغلق هذا المحبس، تمام؟ ده بسميه قمع الفصل. يبقى أنا عندي بهذا الشكل لو جيت رسمته أدي شكل قمع الفصل عبارة عن انتفاخ من الأعلى، وبيكون هذا الانتفاخ بأضع فيه كمية المخلوط اللي أنا عايزاه، وزي شكل القمع جزء رفيع من الأسفل. طيب الجزء الرفيع اللي من أسفل ده هيجي في طرفه هيكون عندي صنبور أو محبس، بأتحكم في هذا المحبس إن أنا أو هذا الصنبور إن أنا بفتحه أو بأغلقه، ممكن أفتحه بكمية كبيرة أو إن أنا أتحكم فيه إن هو يمرر هذا المخلوط من الماء والزيت. زي ما أنا شايفة لما بأجي أضع المخلوط عندي زي ما أنا شفت الشريحة اللي قبل كده، أنا كان عندي المخلوط ومخلوط غير متجانس من الماء والزيت، لأن هو مخلوط غير متجانس بعد ما أضعه بعدة دقائق وأبتدي أنتظر وأنا أغلق هذا الصنبور، يعني إن أنا أفلى الصنبور أو المحبس اللي موجود زي الحنفية كده يا ولاد بتحكم فيها إن أنا بفتحها وبقفلها، كلمة صنبور إنها زي الحنفية بالظبط، بس محبس هو محبس صغير موجود في نهاية هذا القمع. طيب بقدر ان انا اتحكم فيه، فانا بقفل هذا الصنبور او بقفل هذا القمع او بقفل الحنفية الصغيرة اللي موجودة من الاسفل، واضع الخليط بتاعي اللي انا عايزة افصله، خليط الزيت والماء، لان هو مخلوط غير متجانس، فهنتظر قليلا هلاحظ تكون طبقة الزيت، هتبتدي طبقة الزيت تطلع في اعلى هذا المخلوط بالشكل ده زي ما هنا في الرسمة، ويتبقى الماء في أسفل هذا القمع، هياخد الجزء السفلي هو الماء، أما الجزء العلوي هيكون مين يا ولاد؟ هيكون الزيت. يبقى الخطوات تاني، هقفل المحبس بتاع الصنبور أول خطوة، هأضع الخليط بتاع المخلوط عندي المراد فصله اللي هو من الزيت والماء، هنتظر قليلا هلاحظ إن الزيت بدأ يأخذ طبقة علوية يتجمع في الطبقة العلوية، أما الماء أخذ الجزء السفلي من هذا القمع. أنتظر عدة دقائق لغاية لما يتم فإن هذا المخلوط يأخذ بالكامل كل طبقة الزيت تطلع معايا من أعلى، وكل الماء يكون موجود معايا بالأسفل لأنه محلول أو مخلوط غير متجانس. طيب نشوف بعد كده هنعمل إيه. طيب هفتح الصنبور جزء هيبتدي الماء عندي أهو، نشوفها كده، أنا لو فتحت الصنبور أو فتحت هذا المحبس برفق أو بشويش كده يا ولاد أبتدي أفتحه، هتبتدي الماء ينزل قطرة قطرة في الكأس أسفل هذا القمع، يبقى الكأس التاني هضعه أسفل هذا القمع وأبتدي أفتح هذا المحبس، تبتدي المية تمر عندي
من خلال هذا المحبس لغاية المية تبتدي تنزل وراها الزيت، المية تنزل وراها الزيت لغاية ما آخر جزء من هذا الماء يمر، لأن الزيت أخذ الطبقة العلوية، أصبح هنا كأنهم طبقتين. بمجرد ما تمر كل المية أقفل هذا المحبس، يبقى أنا قدرت كده إن أنا أحصل على الماء والزيت تبقى عندي داخل القمع. يبقى تاني بستخدم قمع الفصل في فصل مخاليط غير متجانسة، اللي هي زي إيه؟ زي الماء والزيت، سائلين غير متجانسين اللي هما الماء والزيت. بأصنع الخليط عندي من المية والزيت، أضعهم داخل قمع الفصل، أنتظر قليلا، أبتدي أفتح صنبور قمع الفصل برفق أو بشويش كده لغاية لما يمرر نقطة نقطة من المية. خلي بالك إن أنا بفتحه بشويش علشان أتحكم في مرور السائل، بمجرد ما تنتهي مرور الماء أقفل بسرعة هذا الصنبور، فأنا احتفظت بالزيت داخل القمع، أما الماء فهو حصلت عليه في الكأس الآخر. يبقى الاستنتاج لا يمكن فصل الماء والزيت، انا ما قدرتش ان انا افصلهم، ما قدرتش ان انا استخدم اي طريقة تاني الا باستخدام قمع الفصل، فقدرت ان انا افصلهم لما استخدمت لهم قمع الفصل طبعا، لان لا الجذب المغناطيسي هينفع ولا الترشيح ولا اي طريقة من الطرق السابقة لا يصلح معها الا طريقة قمع الفصل. يبقى بقول هلخص كلامي، بقول يمكن فصل المخاليط بإحدى الطرق التالية. يبقى عندي طرق فصل المخاليط، إذا كانت مادة صلبة في أحد مكونات المخلوط وهذه المادة تنجذب للمغناطيس زي أحد المواد المكونة لهذا المخلوط الحديد كأحد المكونات في هذا المخلوط، يبقى ممكن إن أنا أستخدم لها المغناطيس وهسمي الطريقة طريقة الجذب المغناطيسي، تمام؟ أما إذا كانت مادة صلبة في مكونات هذا المخلوط وهذه المادة الصلبة لا تذوب في الماء، وكان مثال لها الرمل لما استخدمته في المخلوط، فأنا هستخدم لها طالما مادة صلبة ولا تذوب في الماء هستخدم لها إيه؟ هستخدم لها ورقة الترشيح، وبسمي الطريقة دي طريقة الترشيح، خلاص. تالت طريقة عندي، إذا كانت المادة الصلبة من مكونات هذا المخلوط مادة تذوب في الماء زي الملح، زي الملح مادة صلبة تذوب في الماء، يبقى هستخدم لها إيه يا أولاد؟ هستخدم لها طريقة اللي هي التبخير، إن أنا سخنت فتصاعد الماء وتبقى عندي الملح داخل الكأس. خلي بالنا دايما بنتلخبط ما بين المواد التي تذوب في الماء والمواد التي لا تذوب. مواد لا تذوب يبقى هنستخدم لها ايه؟ هي لا تذوب في الماء هستخدم لها ورقة الترشيح، يبقى هفصلها بورقة الترشيح، هصفيها بورقة الترشيح. اما مادة صلبة تذوب يعني هتمر عندي من ورقة الترشيح، مش هينفع ان انا استخدم لها ورقة الترشيح، استخدم لها طريقة تانية وهي طريقة التبخير، تمام كده؟ طيب رابع حاجة بقول مادة سائلة لا تمتزج مع الماء، مادة سائلة حاولت ان انا امزجها مع الماء ولكنها لا تمتزج مع الماء، وكان مثال ليها اللي هو الزيت، انها غير متجانسة، ادتني مخلوط غير متجانس، فهستخدم لها ايه؟ هستخدم لها قمع الفصل، هستخدم لها ايه؟ هستخدم لها قمع الفصل. يبقى مواد سائلة لا تمتزج مع الماء زي الزيت هستخدم لها قمع الفصل. بسمي دي يا أولاد طرق فصل المخاليط، الجذب المغناطيسي أول ما اسمع إن هو في حديد، الترشيح يبقى مادة صلبة لا تذوب في الماء، التبخير إذا كانت مادة صلبة والمادة دي تذوب في الماء، قمع الفصل إذا كانت مادة سائلة وهذه المادة السائلة لا تتجانس مع الماء، يبقى هستخدم لها قمع الفصل. دي طرق فصل المخاليط. يبقى هلخص الدرس بتاعي كله، درس المخاليط، في مجموعة من النقاط.
شوف كده مع بعض. صنفت المواد لمواد نقية ومخاليط. قلت المادة النقية مثال ليها زي السكر، ادي المكعب ده هو سكر، اما الجزء الصغنون الفتافيت دي الجزيئات الصغيرة دي برضو هي نفس مكون المادة الكبيرة، سميتها من مكون واحد فقط، تتكون من نوع واحد فقط من المواد، سميتها مواد نقية، وده مثال ليها مين؟ السكر او صودا الخبيز. يبقى كده ده مثال للمواد النقية. اما المخاليط واشهر مثال ليها اللي هو طبق السلطة، بتكون عندي من عدة مواد، وهذه المواد بتكون مختلفة ويحتفظ كل مادة منها بالخصائص المكونة لهذا المخلوط. طرق تكوين المخلوط، انا عندي كان التقليب والطحن والري. استخدمت طرق فصل المخاليط، الكذب المغناطيسي وطريقة الترشيح وطريقة التبخير وقمع الفصل، زي ما عرفت كل واحدة فيهم بتناسب ايه من الحالات. طيب هشوف كده مجموعة من الأسئلة والتدريبات بسرعة على درسنا النهاردة. ما المقصود بالمخلوط؟ عايزة أعرف يعني أنا لما أقول مخلوط أقصد ايه بهذا المخلوط؟ بقول المخلوط هي مادة تنتج من خلط نوعين أو أكتر من المواد غير متحدين كيميائيا، ويمكنك فصل هذه المواد بالطرق البسيطة. تاني تعريف المخلوط، هي مادة تنتج من خلط نوعين أو أكتر من المواد غير متحدين كيميائيا، ويمكن فصل هذه المواد عن بعضها بطرق بسيطة زي ما شفت طرق فصل المخاليط. حدد طرق فصل المخاليط ومتى يمكن أن استخدم كل منها. طرق فصل المخاليط، كان عندي الجذب المغناطيسي واستخدمته في فصل مخلوط من مادة صلبة، أحد مكونات هذا المخلوط مادة صلبة وتحتوي على الحديد. كان عندي الترشيح واستخدمته في فصل مخلوط لمحلول يحتوي على مادة صلبة لا تذوب في الماء. التبخير، كان استخدمته لفصل مخلوط يحتوي على مادة صلبة تذوب في الماء، كانت زي الملح. قمع الفصل، استخدمته في فصل مخلوط من الزيت والماء. معايا سؤال صح وغلط؟ تعتبر السلطة الخضراء من المخاليط، يا ترى الإجابة صح ولا غلط؟ يا ترى الإجابة دي أو العبارة دي هتكون الإجابة ليها صح أم خطأ؟ هتابع الإجابات بتاعتكم علشان لوحة الشرف يا شطار. ممتازة جدا الإجابات، طبعا العبارة صحيحة. الترشيح والتبخير من طرق تكوين المخاليط، العبارة كويس. ترشيح وتبخير من طرق تكوين المخلوط، العبارة دي صحيحة ولا خاطئة؟ نفكر كده. وكانت العبارة عندي عبارة خاطئة. ليه عبارة خاطئة؟ فين الخطأ اللي فيها أو نصوب هذا الخطأ؟ الترشيح والتبخير من طرق فصل المخلوط، مش من طرق تكوين المخلوط. الترشيح والتبخير من طرق فصل المخلوط وليست من طرق تكوين المخلوط. المخلوط يمكن فصل مكوناته. المخلوط يمكن فصل مكوناته. وكانت عندي العبارة صحيحة. المخلوط يتكون من مادتين أو أكثر. المخلوط يتكون من مادتين أو أكتر. ترى العبارة دي صح ولا خطأ؟ يلا يا شطار. ممتاز، وكانت هذه عبارة صحيحة. يعتبر الهواء الجوي من المواد النقية. يا ترى العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ يعتبر الهواء الجوي من المواد النقية. العبارة صح ولا خطأ؟ كانت العبارة خاطئة. فين الخطأ؟ وأصوب هذا الخطأ بسرعة، نكتب الكلمة الخطأ.
بعتبر الهواء الجوي من المخاليط لأنه عبارة عن خليط من الغازات المختلفة. بستخدم طريقة الترشيح في فصل مخاليط التي بها رواسب. بستخدم طريقة الترشيح في فصل مخاليط التي بها رواسب. يعني لما أكون مخلوط هيتكون عندي راسب. يا ترى إجابتها هتكون صح ولا خطأ هذه العبارة؟ أو كانت هذه عبارة صحيحة، لأن كلمة رواسب يا ولاد معناها إن هذه المادة الصلبة اللي كونت بيها المخلوط لا تذوب في الماء، فبدأت إنها ترسب معايا أو تكون موجودة كراسب في قاع الكأس أو موجودة أسفل الكأس زي الرملة لما أضعها في الماء، وبالتقليب هلاحظ إن هيترسب الرمل أسفل الكأس. معناها إن طريقة الترشيح ممكن أستخدمها لفصل هذا الراسب. طيب ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ ماذا يحدث في الحالات التالية؟ أضع كمية صغيرة من مية البحر في الشمس لعدة أيام. عندي كمية من مية البحر هأضعها في الشمس عدة أيام. أنا عارفة إن مية البحر عبارة عن خليط من الماء ومجموعة من الأملاح. لما أضعها في الشمس عدة أيام، حطها في الشمس كده عدة أيام، إيه اللي هيحصل؟ لو وضعتها في الشمس عدة أيام، طبعا حرارة الشمس هتساعد على تبخير الماء، وهيتبقى عندي الملح المتكون من فصل هذا المخلوط، مخلوط ماء البحر عبارة عن ماء وكمية من الأملاح. هيتبخر هذا الماء ويتبقى عندي إيه؟ الأملاح اللي موجودة في ماء البحر. سؤال تاني، أضع كمية من محلول ملحي على نار هادئة. أضع كمية من المحلول ملحي على نار هادئة، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هتتبخر عندي الماء، الحرارة هتساعد على تبخير الماء ويتبقى ملح الطعام، لان ده محلول ملحي. محلول ملحي يعني انا مكوناه من ملح وماء، فهيتبخر الماء نتيجة التسخين وهيتبقى عندي ايه؟ هيتبقى عندي ملح الطعام. يبقى انا لما اضع محلول من الملح على النار هيتبخر الماء وهيتبقى عندي ملح الطعام، ودي طريقة من طرق فصل المخاليط، لأن الملح مادة تذوب في الماء، مادة صلبة تذوب في الماء، فهستخدم لها طريقة التبخير. معاكم يا أولاد في الشات حتى بعد انتهاء الحلقة، منتظرة أي أسئلة أجاوب عليها وتعليقاتكم. شوف أكمل العبارات الآتية، تستخدم عملية نقط لفصل الرمل عن الماء. سهلة دي، بستخدم عملية إيه في طرق فصل المخاليط؟ ممتاز، بستخدم طريقة الترشيح لأن الرمل مادة صلبة لا تذوب في الماء. بستخدم نقط لفصل سائلين لا يمتزجان. مين اللي بستخدمها في طرق فصل المخاليط؟ سائلين لا يمتزجان. بستخدم قمع الفصل علشان أفصل سائلين لا يمتزجان. سؤال تاني أكمل، تسمى المواد التي تتكون جزيئاتها من نوع واحد من المواد بنقط. سمي المواد التي تتكون جزيئاتها من نوع واحد من المواد بنقط، هسميها إيه؟ بينما المواد التي تتكون جزيئاتها من أكثر من نوع من المواد تسمى نقط. مادة هتتكون جزيئاتها من نوع واحد من المواد هسميها مادة نقية أو مواد نقية، أما المواد هتتكون جزيئاتها من أكثر من نوع من المواد هسميها مخاليط. أكمل العبارة التالية، المواد الصلبة والسائلة تختلط عن طريق نقط ونقط، طرق تكوين المخاليط. يبقى تختلط عن طريق، يبقى هو كده بيقصد طرق تكوين المخاليط، مادة صلبة ومادة سائلة عن طريق التقليب والري.
سؤال تاني، من طرق فصل المخاليط، من طرق فصل المخاليط نقط ونقط ونقط. عايز طرق فصل المخاليط، ترشيح، تبخير، والجذب المغناطيسي. اكتب اي ثلاث طرق من طرق فصل المخاليط. انا عندي اربعه، الرابعه بتاعتهم زي ما انا شايفه في الاجابات، الجذب المغناطيسي. اي ممتازه الاجابات بتاعتكم يا ولاد. طيب كيف يتم فصل المخاليط التاليه؟ عندي براده حديد ودقيق، ادي المره دي براده حديد وعملت مخلوط بالاضافه الى الدقيق، يبقى هستخدم لهم ايه؟ ممتاز، هستخدم الجذب المغناطيسي، ان انا هقرب المغناطيس من هذا الخليط، فهتبتدي جزيئات برادة الحديد تنجذب الى المغناطيس وتتم فصل هذه المخاليط. سؤال تاني، كيف يتم فصل المخاليط التالية؟ مخلوط عندي من الماء والزيت، مخلوط من الماء والزيت، هستخدم لهم ايه؟ ادي ميه مع زيت، هستخدم لهم ايه يا شطار؟ يلا الاجابات، ما شاء الله على اجاباتكم، ممتازين جدا. باستخدام قمع الفصل، خليط من الماء والزيت، اتنين كانوا سوائل، هستخدم لهم قمع الفصل. ده شكل من اشكال قمع الفصل موجود عندي في المعمل. سعدت جدا النهارده بلقائي معاكم، كنت معاكم استاذه راويه محمد ياسين، اداره اسوان التعليميه، مع تمنيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني بالتوفيق. في انتظار اسئلتكم يا اولاد على الشأن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.